هي المؤسسة القطرية للعلم الاجتماعي للصفة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. بإذن الله ستفتح باب الأسئلة بعد انتهاء إن شاء الله من الكلمة والعرض التقديمي. أما الآن ندعو السيد أمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لإلقاء كلمتها. عن خبر اعتماد منح المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وبهذا التشريف دخلت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حقبة واعدة جديدة، من المؤكد أنها ستسفر عن إعلاء شأنها ومكانتها ضمن المنظمات ذات الصوت المسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة، كما ستمنحها هذه المكانة فرصاً للمشاركة بكفاءة واقتدار في الحوار المفضي إلى تحسين وتمكين الفئات السكانية الأكثر احتياجاً أو غيرهم ممن تخلفوا عن ركب التنمية أو من استبعدوا عن نيل الحق الإنساني في التنمية. هذه المكانة الاستشارية التي ينطوي عمله تحت الجمعية العامة للأمم المتحدة له عدة أهداف: تحقيق أعلى مستوى المعيشة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، حل المشاكل الدولية الاجتماعية والاقتصادية، احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع. هناك عدة لجان تندرج تحته، وهي اللجنة الأفريقية ومقرها أديس أبابا، اللجنة آسيا والباسيفيك ومقرها في بانكوك، اللجنة الأوروبية مقرها جنيف، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومقرها تشيلي، ولجنة غرب آسيا مقرها بيروت. الصفة الاستشارية، ما هي الصفة الاستشارية؟ حصول المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على الصفة الاستشارية أو نيل الصفة الاستشارية يعني أنها نالت الحق في التشاور مع المنظمة الدولية وهي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تتوافق أهدافها ومقاصدها مع ميزات الصفة الاستشارية مثل ما ذكرت سعادة الرئيس التنفيذي، هي التشاور مع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة لإدراج الموضوعات التي تهم المؤسسة، المشاركة في مناسبات ومؤتمرات وأنشطة الأمم المتحدة، تعيين ممثلين رسميين على المؤسسة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها في فيينا وجنيف، استخدام مرافق الأمم المتحدة في إقامة المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بعمل المجلس. آلية الحصول على الصفة الاستشارية: يتم منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على توصية من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات الغير حكومية، بعد تأكد اللجنة أن عمل المؤسسة وبرنامجها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة. وقد حصلت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على نالت الصفة الاستشارية من خلال أول جلسة طلبت فيها نيلها.